هو يا زبال خطيره من جهه هذه من جهه لورينزو خطيره والهدف الاول للماتادور 1-0 اسبانيا 1-0 لاروخا تسديده والاندفاع ترجع الكوره ودوناراما جول مش ممكن خلص مستمر اويرزابال يلعب مستوى البطولات الكبرى كرة يحاول الان للمنتخب الايطالي او الاسباني تسديده تاتي عن طريق اللاعب فيران توريس لكن كرة بعد ذلك تحولت الى خارج ارضيه الملعب مدربي لويس انريكي كرة بانطلاقه لاميرسون خطا من اوناي خطا من سيمون لثلاث مستمره قائمه خطيره اوهو بوسكيتس في اللقطه الماضيه يلعب دور القائد وقلب الدفاع وحارس المرمى ويصحح خطأ مدربي لويس انريكي كره بمحاوله ملعوبه للمنتخب الايطالي داخل منطقه الجزاء طالت وصلت عند حارس المرمى هنا الى بيدري الى فيران توريس داخل المنطقه ملعوبه المحاوله تسديده خطيره جدا اوهو ياتي الرد من دون روما اليوم كسدم بنتيجة اللقاء بهدف مقابل لا شيء تعمد لاعب طول هنا بمحاولة عن طريق داني أولمو يسدد لكن علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب والكرة بعد ذلك وصلت إلى أن تكون حسن إيميرسون ينطلق يمر يتقدم ويسقط حاكم منطقة الجزاء خطيرة جدا مرت من أمام الجميع لا زالت مستمرة وقائمة لكن بعد ذلك طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب تصل الكرة إيماري أن يتحدد الطرف الأول في اليورو هذا اللقاء تدنا عليها كرة بانطلاقة تأتي عن طريق ألبا وصلت خطيرة أوهو هات مراتا اذا على شيء يدخل الى منطقة الجزاء بالطريقة المعتادة إيميرسون الان خطيرة جدا يطالب بركل الالماني فيليكس بريتش يعلن نهاية احداث شوط المباراة الاول بتعادل سلبي ما بين المنتخبين هنا في اول مباريات الدور نصف النهائي من يورو 2020 بانتظار الفصل في شوط المباراة الثاني مشاهدينا اينما كنتم بعد نهاية هذا الشوط الذي قد يبدو مخيبا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا اينما كنتم مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني وإياكم مع بداية أحداث شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة في أول مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات اليورو 2020 ومن إنسيني على التنفيذ لعبه داخل منطقة الجزاء التعامل مع المنتخب الإيطالي الذي يرى منه الكثيرون بأنه قدمون والكرة في الجانب المقابل تعود إلى تشيرو يسدد لكن إلى خارج أرضية الملعب إيموبيلي نجح بعد ذلك في أن يسجل خماسية في مرمى المنتخب سلوفا 30 ومرة في 94 مرة الآن بكرة ملعوبة كرة تسديده عن طريق بوسكيتس بالقدم اليمنى لكن على تلك كثير من الأحيان تعرف كيف تواجه أمامية ملعوبة الآن لكن أيضا توريس تغيير الاتجاه اللاعب مرور بشكل مثالي تسديدة يمر الكرة في الجهات اليسرى فرن دخلت في الجهات اليمنى كيزا خطير كيزا مميز يسدد هناي يتصدى سيمون في المكان المناسب 60 عندما تجاوزت الاتحاد السوفيتي في لقة تشيرو أمامية ملعوبة خطيرة الآن لكن المرة التي ينجح فيها دائما لابورت والتسديدة عندما يخشى الأب قد يصنع الابن الأمجاد في ديركو كيزا يسجل ويضع الطليان في المقدمة يضرب ويهز شباك أوناي سيمون ويضع إيطاليا هنا في ويمبلي في هذا المعقل التاريخي بهدف تاريخي كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب الإسباني الآن داخل المنطقة لا 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 ضاعت فرص حيل هذا الكيزا مستحيل المنتخب الإسباني كرة تصل من جديد إلى أويرزابال وبعدت عادت من جديد والتسديدة تأتي لكن كرة داني أولمو هذا شوف المحاولات على المرمى إيطاليا بأربعة إسبانيا من أجل التعادل لا 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 جاء موراتا وأرفع لك شخصياً
الكرة في غاية الروعة والجمال. هنا يعود يعلن نهاية أحداث شوط المباراة الثاني بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ويأمر الفريقين باستراحة قصيرة يعود بعدها من أجل أن يلعب وقتين إضافيين نصف ساعة مقسمة على شوطين. بالصوت والصورة الآن مباشرة إلى الزميل عبد العزيز الناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى ومن خلال الوقت الإضافي نعود مشاهدينا متابعينا أينما كنتم من خلال أحداث هذه المواجهة، المواجهة الأولى في الدور نصف النهائي لمنافسات أو فيها أهداف. وهذا ننتظر أيضا كرة بمحاولة داخل منطقة الجد، حارس المرمى مستمرة، موراتا يسدد، ضاعت، جاءت عادته وصلت إلى خارج أرض العرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة لازالت مستمرة يورينتي، لكن التصدي يأتي والإبعاد في التوقيت. فيليكس بريتش تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول الإضافي باستمرارية نتيجة التعادل ما بين المنتخبين. تياغو ألكانترا مكان اللاعب اللي هو آنيا، ملعوبة بشكل مباشر يسددها، لكن أيضا استدكم المباراة فيليكس بريتش على نهاية أحداث اللقاء بتعادل إيجابي ما بين المنتخبين، وأعلن وصول المنتخبين إلى وقتين إضافيين. وبعد لوكاتيلي في مواجهة يوناي، لوكاتيلي يسدد وهنا حارس دوناروما من أجل الأولى، أولمو يسدد، لا 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 لا. ماذا تفعل؟ ماذا تصنع يا الباريزي؟ مش ممكن، دوناروما مرتبك تحت ضغط أنصار الطليان. التلقاب لإيطاليا، أربعة للإسبان. يا كورة حلوة على اليسار، يحلو في العمق، ارجع ابنيها على اليسار. إيطاليا والأروع، أي مباراة يا سادة لما تخيلها هكذا. 72 تعادل و33 مرشة، ده برشا ما عنده وين يمشي بالشي والو. نعم لأنه تأخر وارتكب خط، ارتكب خطأ اللاعب رقم 11 صاحب الهدف فيران توريس. التسديد سيكون من اللاعب، لا تحضير ممتاز، والدفاع يضرب والكرة فيها خطأ يقول الحكم الروسي. كانت كرة مباغتة على الدفاعات الإسبانية، انتظرنا تسديدة مباشرة. برناردسكي في ظهر دي لورينزو، نقطة الضعف التغطية، برناردسكي بالنار، برناردسكي والكرة من الحارس. أي كرة برناردسكي ليوفنتوس، كرة قارية رهيبة ملعوبة عرضية، جول. مش ممكن ما أدرت سكوادرا من إنسيني، مش ماوديو جنتيني، ترجع الكرة خطيرة للدبال الثاني، خلصها هو يا أرزبال عادل. سنرى الهدف قادم لمحالة، يما مرتدات عادل، ولكن الإسبان يتفوق بلغة الكرة أجوال، بلغة الكرة أجوال. الإسبان يتقدم على الطليان هنا في سان سيرو. بونوتشي الصفرة الثانية تقابلها حمراء، الأحمر على الكابيتانو ليوناردو بونوتشي. إسبانيا استفادت من الجزئيات، إسبانيا خلصها يا أرزابال، جول، خلص الماتادور عن طريق فران، ثورهم الجديد في ثورتهم الجديدة يسجل فران. لورينزو باستوني كاستينج غالت يا مانشيني، الخسارة الأولى تتأكد، والسقوط المدوي التاريخي في سان سيرو على بعد 45 دقيقة، 1-2، هذه التيكي والتاكة الأصلية. يا أرزبال أحلى عرضية إلى فران، قهيبة ملعوبة عرضية، جول. مش ممكن ما أدرت سكوادرا من إنسيني. مو برناردسكي والكرة من الحارس. أي كرة برناردسكي ليوفنتوس، كرة قريبة جدا للتعادل، إيطاليا تستاهل الريت الجول. مش ممكن على الكونتر أتاك. يا أرزبال والدوناروما، شوط أروع، شوط
صوت رايع، صوت مثالي، كورة نموذجية. نقطة ضعف التغطية، برناردي عسكي بالنار، الطليان يرجعون أم لا؟ خطير كيفية التعامل مع الأسبقية. خلص على أرسابال، خلص على أرسابال، جول 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 جول، خلص على الماتادور، خلص على الماتادور عن طريق فران. ماتادورهم الجديد، ثورهم الجديد، في ثورتهم الجديدة يسجل فران. بوني كاستينج غالت يا مانشيني، الخسارة الأولى تتأكد والسقوط جدا. ضيع جورجينيو يلعب الكرة للثالث، وتفادي الأهداف الأخرى، سيلعب من أجل العودة والريمونتادا للتاريخ. سلاحهم ونجاحهم مرتبط بهدف مبكر في أول ربع ساعة، 20 دقيقة، كل شيء يبقى ممكن. أما أن ستكون حسابات لمانشيني كبطل الثلاثية. بينو يلعب الكرة، بينو خطير، كرة القدم دائما ويجب أن تكون على زبال في دار دي لورينزو. كارثة دي لورينزو على اليسار، الكرة في العمق ممتازة جدا، ولكن ورأس الحربة كلاسيكي باعتبار سباك خطيرة جدا. كيازا ما يقدرش يلعب كرة، بينو شوف التحرك، شوف طلب الكرة، شوف إمكانية التسديد والركنية من اللاعب باسكوني.